زينب، زوزو، انت فين قطتي؟ حاجة زينب، زينب 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 اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد كده يا زينب كده يا زينب متوحد الله يا اسطى ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع هي ممكن ترجع لو هترجع تاخد فلوسي وذهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح والله العظيم ما ترد عليا يا صلاح انت تقعد تسبح اليوم كله استغفر الله العظيم اتوب اليك يا رب العالمين انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده يا رب؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يعني ايه؟ طب والحجاب؟ الا الله والادب والتقى والصلاة دي
خلتني اصلي يا صلاح. انا بقيت اصلي وبطلت ابير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان ايه يا صلاح؟ نصيب. كتب؟ النصيب. كانت بتشتغلني؟ يا اسطى ده ما عداش على نزولها ساعتين تلاتة. يعني استنى شوية. لا تستنى ده ايه؟ ما تستنى. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، انت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعة يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب. ولما تسأل هي مين ومنين؟ نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه؟ اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه وشهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 أنا في كابوس. ده كابوس ده. ده مش حقيقة. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب أنا عملت لك إيه؟ لطف بيه يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ يترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معايا. هي خدت ايه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا بت وخرسي. بس بس تعالي. بالامانه يا فتون، الموضوع اللي انت جايه فيه الرضا دغري؟ اسم الله على مقامك يا اختي. يا بت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشايل. والحمد لله ربنا اكرمني وتاب عليه وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواق على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا عصام. اه يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. أمك عواطف وأبوكي رضا واسمك شاهيناز؟ ده إيه ده؟